مربعات الرايس كريسب اللي هي بتبقى شوكولاتة يعني محبوبة جداً، مش وصفة اختراع خالص، لكن أنا ضفت لها تكة من عندي إن شاء الله تعجبكم جداً جداً. معانا ربع كوباية زبدة يعني 50 جرام، 3 معالق كبار عسل أبيض أو أكتر، ودي الإضافة بتاعتي بتفرق قوي في لم الشوكولاتة. معانا 7 حبات شوكولاتة اللي هي بالكراميل اللي هي بتبقى فدج، اللي هي دي، عايزة أوريها لكم بس، دي اللي هي زي التوفي كده والكراميل من جوه، ساده ما فيهاش حاجه تانية معاها. ومعانا من 2 لـ3 كوباية الرايس كريسب اللي بالشوكولاته اللي هو ده. هنعمل ايه؟ احنا هنجيب الزبده هنحطها على النار، هنسيحها وهنبتدي نسيح معاها الشوكولاتة. على نار هادية بقى عشان ايه، مش عايزينها انتوا عارفين الشوكولاتة اتفقنا انها على طول تتلسع لو احنا عملناها على حرارة عالية، فاحنا مش عايزين كده. هشيلها بقى، هي الزبدة كده كده سخنة، هشيلها على جنب ونقلب. لحد ما ايه تدوب معانا خالص، اول ما تدوب معانا خالص هروح حطلها بعد كده العسل. بصوا هنا بقى ابتدى يدوب معانا ازاي اهو، لغايه ما كله يدوب خالص عشان اعرف ادخل فيه بقى العسل والرايس كريسب. بصوا بقى اهي ساحت معانا، شايفين قوامها؟ العسل بقى بيظبط بقى كمان يعني ما بيخليهاش فاصله معايا، لان الزيت لو فاصل معايا ما تبقاش حلوه. العسل من الحاجات اللي بتربط بس كده. طبعا انتوا ينفع بقى انكم تضاعفوا الكميه، بس جربوا دايما في كميه اصغر، يعني اللي انا مجهزاها مضاعفاه. خلاص شايفين عامله ازاي؟ كريمي، حلوه جدا كريمي ازاي، مهم جدا القوام ده. بحط فيه بقى الرايس كريسب واقلب لغايه ما كله يتلم معايا. بالظبط اهو زي ما بقول، لغايه ما بلاقيه لم كله معايا يبقى عامل زي العجينه اللي افردها وتسقع وايه واقطعها. اللي انا مجهزاها بقى حاطه صبه على وشها شوكولاتة غامقة، عملتها بشوية كريمة بقت جناش، صبتها على الوش. دي حركة إضافية، دي انتوا مش لازم تعملوها، بس هي حركة إضافية تديني بس لونين. هوريها لكم دلوقتي. دي كده خلاص بالطريقة دي، وانزله جواه. القالب تختاروه حسب مقاس برضو المربعات انتوا عايزينها قد ايه، عايزينها سميكة عايزينها رفيعة. لو عايزينها سميكة صغروا مقاس القالب، لو عايزينها رفيعة كبروا مقاس القالب، فدي في ايديكم. اهو ننزل بس كده ونبتدي بقى ان احنا نفردها تسقع معانا ونقدر نقطعها، وده اللي احنا هنعمله دلوقتي. بس نشتغل وهي سخنة، ما نستناش ابدا لما تسقع، عشان هي يعني اول ما تسقع هتمسك على الشكل اللي هي، لان فيها زبده طبعا وشوكولاته وتوفي. او بكيس نايلون تاني بحطه فوقيه كده وابتدي اضغط عليه افرده صح للاطراف. بس دخله بقى التلاجه. بصوا بقى انا عندي اهو اللي انا قلت لكم عليه الرايس كريسب، حطيت بس طبقه من على الوش جناش غامق اللي هو شوكولاته غامقه، دوبت شويه كريمه فيها وايه وحطيتها. هنبتدي بقى ان احنا نقطعها، بس نحاول ان احنا ما بين كل تقطيعه وتقطيعه تبقى نظيفه. دي اختياري، مش لازم تعملوها، يعني ممكن على طول نقطع الرايس كريسب وايه
من غير الجناش اللي فوق ده. بس انتوا عارفين انا بحب دايما الطبقات. حاضر، نقطع بس كده ايه حتتين عشان نوريهم. انا الطرف بقى بحب اشيله، يعني الاطراف دي بحب ان انا اشيلها. ودي انا شايفة تتقطع على تلاتة، يبقى مقاس حلو اهي. شايفين عاملة ازاي؟ باين الايه الطبقتين باينين ازاي. دي فكرة حلوة، لكن لو مش عايزينها خلاص مش لازم، شكلها بيبقى حلو جداً.